صباح الخير. كده اختلفت كل الخطط. احنا صحينا الصبح على الدنيا بيضة ومليانة تلج والجو بارد جدا جدا. اللي مش مضطر ان هو يخرج ما يخرجش، الواحد يقعد في بيته اكرم له، عشان في الجو ده اللي بيخرج من داره بيتقل مقداره، وكده كل الخطط تبخرت. طيب نفكر بقى هنعمل ايه. يوم هادي غصب عننا، احنا قاعدين في البيت طول النهار. النهاردة دلوقتي بقى هبتدي اشرب القهوة بتاعتي في ميني، المج ميني بتاعي، وابتدي اقرا شوية. امبارح انا اخترت كتاب القلق وتصفحته كده، فحسيت ان هو كتاب لطيف واعتقد انه هيبقى مفيد جدا، واعتقد انه هيبقى مفيد ان انا كمان اعمل لكم يمكن حلقة عنه من الحياة مع هنان عواد، واكلمكم على كل الحاجات اللي اتعلمتها من الكتاب. يمكن ياخد الموضوع وقت بس هنشوف. ايوه شفتي ايه بقى؟ هتنطي عليه؟ ايه دي؟ حد كان بياكل فول سوداني، اكتشفت الجريمة. بس بس. هتجيبي عليا انا؟ ايه دوري عليه؟ لقيتيه ولا ما لقيتيهوش؟ وديتيه فين؟ اهو اهو اهو. ايوه موتيه. مفيش؟ اكتشفتي ان هو اكتشفت ان هو مش حقيقي، مش دودة حقيقية. ايوه 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 ها. استني اما نلم قشر السوداني. ايه ده في كل حتة؟ ما ينفعش الواحد يخدعك؟ ها؟ نعم.
تهجمي على ايدي مجرمة. برضو مفيش اي استجابة؟ هجيب لك انا حاجة حقيقية منين؟ ها؟ في ايه عندك قاعدة عمالة بتستضيف؟ دخلتي ايه جوه؟ اهو 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 تاني قشر سوداني. انتي عايزه تخبيه جوه؟ صباح الخير. في يوم بارد متلج زي النهارده احسن حاجه ان الواحد يقعد في البيت. وفي الفترات دي بفتكر حاجه كده عند الدول الاسكندنافيه اسمها هوجا. هوجا هو فن الدفى. مش لقيالها ترجمة، هم نفسهم يعني اللي كتبوا عنهم، وفي كتاب انا جبته عن دوا بيقولوا ان مفيش ترجمة كويسة للكلمة دي في اي لغة من لغات العالم. بالانجليزي بيقولوا عليها كوزي، كوزي يعني دافي ناعم. هوجا هو يعني مصطلح بيجمع افعال كتير. هو ازاي ان احنا نستمتع بحياتنا في الجو البرد واحنا جوه البيوت. من ضمنها مثلا ان الأقمشة اللي بيستخدموها تكون ناعمة وثيرة، عاملة زي وثيرة، عاملة زي القطيفة، عاملة زي الصوف الناعم زي الكشمير، سواء بقى هدوم سواء بطاطين حاجة كده. كمان انهم يشربوا حاجات دافية، كمان انهم يستخدموا شموع. طبعا هناك عندهم دفايات، الدفايات ممكن يكون فيها لهب او نار، يتلفوا حوالين الدفاية ويستمتعوا بالدفى ويستمتعوا بالحاجات دي، وياكلوا حاجات ممكن تتشوي على الدفاية زي ابو فروة وزي المارشميلو بيسخنوه. ابو فروة بقى بالذات عمي الله يرحمه حكالي ان هم وهم صغيرين في الاربعينات كانوا بيجيبوا ابو فروة وكانوا بيعملوا له نار على الفحم بالفحم، وكانوا بيدفنوه في النار دي فيبتدي. انا مش عارفه اذا كنت شفته ولا لا، انا شخصيا شفته واكلته، وفعلا لما بيتحط على النار القشرة بتاعته دي بتتفتح يعني طبعا بتتحرق، بتسود خالص وتبتدي تشقق، نمسكها كده ونقشرها وناكل القلب اللي جوه بعد ما يبقى سخن ودفي وبقى يعني صالح للأكل. فدلوقتي في البرد بفتكر مثلا ماما لما كانت بتعمل لنا كاكاو باللبن، او نعمل سحلب، او نعمل حاجة حلوة دافية نشربها، نقعد مع بعض نتكلم نحكي نتفرج على حاجة حلوة. ده خلاني فكرت ان في كل حاجة بنشوف انها وحشة وانها مؤذية ممكن يكون فيها حاجة جميلة، ممكن يكون فيها حاجة كويسة نعملها ونستمتع بيها. بس لازم نبقى احنا من جوانا واخدين القرار لده، نكون واخدين القرار ان انا هستمتع باليوم البارد الساعة ده، ولا ده احنا هنقعد مع بعض ونكنكش كده في بعضينا زي الكتاكيت ولا الفراخ
ونحط دفاية في النص ونتدفى ونعمل حاجة دافية نشربها، دلوقتي شاي بنعناع. و الأمور سهلة وبسيطة والله، إحنا اللي بنكلكعها. فوأنا قاعدة بعد ما عملت حاجات كتير في البيت، مش هشغلكم بالتفاصيل، ولسه قدامي حاجات تانية أكتر، لسه محتاجة أرتب وأروق وأطبق الغسيل ونغير ملايات السرير السراير كلها وكل الحاجات دي. فتحت كده الصفحة بتاعتي على الفيسبوك وفتحت اليوتيوب، لقيت رسالة جايالي من متابعة من متابعات القناة على اليوتيوب، رد على الفيديو اللي أنا سميته خد اللي عندي واديني اللي عندك، وبتكلم فيها ان محدش يبص لحد. فهي بتحكي لي حكايتها، باختصار هقولها لكم، ان هي صاحبتها اتجوزت مهندس، فهي كمان قررت ان اشمعنى صاحبتها تتجوز مهندس، انا كمان هتجوز مهندس. وده كان معيار الاختيار الاساسي اللي حطيته لنفسها عشان تقبل العريس من العرسان اللي جاي لها، وفعلا اتجوزت مهندس. لكن حالها كان مختلف عن حال صاحبتها. صاحبتها كانت على حسب كلام هذه السيدة ان هي مبسوطة وجوزها مرتبه كبير وبيحبها وبيعملها كويس وكل الكلام دوا. هي اتجوزت مهندس زي ما صاحبتها اتجوزت مهندس عشان قالت جواها شبعنا. لكن حياتها مش كده خالص، من كلامها ان هو بخيل، ان هو ما بيصرفش فلوس، وان هو مطلع عينيها. ف اللي زعلني بصراحة ان هي كاتبة وصاحبتي دي انا اكرهها، عشان لولاها انا كنت اخترت حد تاني وما اخترتش جوزي ده لمجرد ان هو مهندس. لا انا مش شايفة كده. حتى لو صاحبتها ادتها نصيحة ان اتجوزي شخص معين او كده، هي عندها راسها وهي عندها تفكيرها، وكان مفروض انها تفكر. لكن هي بصت لصاحبتها وغارت منها، وكانت فاكرة لمجرد ان هذا الشخص بيشتغل مهندس يبقى كل حاجة كويسة هتيجي. وده طبعا يعني تفكير ناقص كتير جدا جدا ومحدود وسطحي. لكن اللي زعلني قوي ان هي تقول انا بكرهها. يعني بتكرهيها ليه؟ بتكرهيها ليه؟ انت مفروض ان انت الغلطانة، دي غلطتك انت، انت اللي بصيتي لغيرك، انت اللي من جواكي قلتي اشمعنى، اشمعنى هي تتجوز مهندس، انا كمان لازم اتجوز مهندس. فدي يعني عندنا في الاسلام يقولك ولا تزر وازرة وزر اخرى. ربنا سبحانه وتعالى مش هيحاسب حد على ذنب حد تاني. وفي الدنيا نفس الحكاية، محدش مسؤول عن قرارات حد، احنا اللي بناخد قراراتنا واحنا اللي بنمشي حياتنا. فبصراحة انا اشفق على هذه الصديقة اذا كانوا لسه هم اصدقاء، ان يبقى في حياتها حد حاقد عليها وكارهها. في نفس الوقت بفكر طب ما يمكن جوز السيدة دي مش سيء لهذه الدرجة، مش يعني ممكن يكون ان هو بيصرف على بيته وكل حاجة، لكن هي عندها تطلعات اكبر بكتير من اللي هو عنده. فيعني الله اعلم. بس الكلام اللي جالي بصراحة يعني زعلني قوي. كل واحد مسؤول عن افعاله، كل واحد مسؤول عن اختياراته. مش من حقنا ان احنا نكره حد عشان خير عنده، مش من حقنا ان احنا نكره حد عشان خير عنده، ولا نكره نفسنا ولا نكره اي حد اصلا. نحاول نعيش نعيش حياتنا بما يناسبنا احنا. ما ينفعش اعيش حياة حد تاني. يعني دي الفكرة اللي جات لي النهاردة. شوفوا ايه امكانياتكم وعيشوا واستمتعوا على قد امكانياتكم. ما تبصوش لحد تاني الا يعني المقارنات
ممكن نعملها وتبقى مفيدة جدا جدا بهدف التعلم. يعني لما بقارن نفسي بحد تاني بقول هو عمل ايه، هو اشتغل على نفسه ازاي، هو وصل للي هو فيه ده ازاي، طب انا بقى ممكن اعمل ايه، انا ممكن اشتغل على نفسي ازاي، احسن حياتي ازاي. المقارنة على فكرة مش حاجة وحشة، والمقارنة دايما بتكون يا اما الحاجة اعلى يا اما الحاجة اقل. فلو الحاجة اعلى نشوف الشخص ده وصل للاعلى ده ازاي ونحاول نوصل له، واذا كان مقارنة بالاقل نقول الحمد لله على اللي عندنا، الحمد لله على حياتنا، ونحس بقيمة الحاجة اللي موجودة في حياتنا. طولت عليكم، اروح بقى اعمل شوية حاجات وارجع لكم بعد شوية، بس النهاردة كده احنا مش خارجين من البيت. بما ان احنا قاعدين في البيت قررنا ان احنا نروح نلعب شوية رياضة، وطبعا الواحد مفاصله كلها محتاجة تزيد، فهنحاول هنحاول اخد الامور على الهادي شوية شوية، من غير ما يعني الواحد ينزل كده بعنف جديد. ومعايا الكوتش بتاعي. بعد ما نخلص تمرين لازم كل واحد يمكن ينظف مكانه. ايه؟ اعتقد لازم توش كل حاجة انت يتاتش. لا انا عايز واشفة يعني بس كده، انت عارف ان انا كمان بنظف المكان اللي انا كنت قاعدة فيه على البنش اوف كورس. عشان لا انا بعرق من ايدي. لو انا ما مسكتش غير 10 بس دي. التلج مالي الباتيو طبعا، ده كان فيه طائر ده ماشي ده ولا حاجه، بس شوف التلج قد ايه الدنيا. ما ينفعش خلاص. ايه وات اكسرسايز كده؟ لا كده يوجع لي. لا I'm not telling you to do it. Short and sweet. خلصنا ننزل بقى نكمل الايه العشاء ونتفرج على موفي
ريوايند باقي اليوم باقي الليله. يلا اوروار. العشاء النهارده فراخ بالفوتوتشيني والتشيز صوص، صلصه الجبنه. هنا في كمان مشروم، وبدل الهيفي كريم اللي هو ما اعرفش اسمه ايه، الهيفي كريم اللي هي اسمه ايه، كريمه لباني، حطيت زبادي والجبنه طبعا عشان كده لونها مصفر شويه، و كذا نوع من الجبنه، والفراخ حمرتها، وده هيدخل هنا ويشربوا بقى ايه كلهم من بعض، وبعد كده تتحط المكرونه. خلاص بقى الواحد بيريوايند اليوم. يوم كان صعب خالص بصراحة. الواحد يقعد يتفرج على فيديوهات كده عبيطة ولا حاجة، ولسه أصلا الساعة 8، مش عارفة شكلي النهاردة هنام بدري. يلا تصبحوا على خير.